وقلت لكم ان انا مش هقول للناس دي مش مبروك، مش هقول لهم مبروك، فعلا مش هقول لهم مبروك. مش هم راحوا كاس العالم يتنايلوا على عينيهم يروحوا كاس العالم يورونا هيعملوا ايه في كاس العالم. انما ده شعب، شعب نقيط، شعب قليل الادب، شعب ما عندوش انسانيه، شعب كل حاجه عايز تقولها اقول عليه، لان اللي مش هيحترم البلد دي هنديله فوق دماغه ايا كان. في دول عربيه محترمه، في دول عربيه شيلها فوق راسنا، انما في دول عربيه هنديها بالجزمه. عارفين عليه بالجزمه؟ انا اتقدم بملف محترم لان هناك عقوبات ادنى كثيرا من الاستبعاد، قد نصل الى حرمان جماهيرهم من حضور المونديال. حرم المباراة بعتقد للفيفا اليوم طوبة عملت حرمت الفريق من مباراة بكأس العالم رغم كان هو كسبان. أمال لما يبقى الجمهور اللي قاعد الجزائري كله معاه سكاكين؟ يعني أنا بدي أعرف رأي فيفا بهذا الموضوع. أنا بحب وبتمنى إن المباراة تنعاد وتنعاد بأي وطن عربي تاني، مصر أو غير مصر، بس مشان يعرفوا أرجو تدخل سريع، أرجو تدخل سريع، أرجو تدخل سريع. ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري، الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. أرجوكم وإلا نناشد جمهور بيقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر، نخرج على الجزائريين الموجودين في مصر، عندنا جزائريين في مصر، نروح لهم نموتهم طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان، ناخد بترنا. ما ينفعش يا جماعة. يا أحمد شوف احكي لنا الأول إيه في إيه عندك؟ احكي مين؟ احنا بنموت؟ احكي إيه ولا إيه؟ حاجة تتحكي؟ في ناس بتموت، أنا وابني بنموت ومعاه 130 واحد. عشان توصل للسلطة. وبعدين في نقطة مهمة جدا، الجزائر امكانياتها معروفه، وانا عايز احط علامه استفهام. الجزائر امكانياتها معروفه بالنسبه للاعلام العالمي، احنا عارفين الاعلام العالمي في ايد مين، لو عربي في ايد قطر، لو اجنبي في ايد ولاد عمك اللي ماسكين الاعلام في العالم كله. الجرايد كلها في اوروبا كلها ما تنزلش الا صوره الفريق الجزائري وهو مضروب والسفاره وهي متحاصره. طب مين اللي عنده الباور ان يوصل لده؟ صمت غير المبرر من الدوله الجزائريه عن مكافحه الاعتداء اللي تمت على الممتلكات والاشخاص المصريين هي اكثر ما يؤكد على سوء القصد وتعمد الدوله الجزائريه هذا التخطيط والتدبير بشكل محكم وبصناعه الدوله وبمباركه رؤوس هذه الدوله. يعني مصر تباشر هذه الدعوه وبالتالي تحصل على جميع حقوقها من الشعب، من الحكومه الجزائريه، تعويض مادي عن كافه الخسائر. Viva la Chile, one, two, three. Jazeera.